الحاج محمد مصطفى حسين جبارة واخيرا المعلم احمد اصحاب مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى بمركز ومدينه الابراهيميه، تصاحبنا الهندسه الصوتيه، يصاحبها المهندس علي حفظي المقيم بمركز ومدينه الابراهيميه. هذا اللقاء القراني الذي نكرم فيه الابن البار الراحل الكريم الذي انتقل الى جوار رب العالمين الاستاذ بكر رحمه الله عليه. إذا كنا قد جئنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام فجئنا لكي نشارك عائلات عبد العال جميعا وعائلات خريبة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سفراء من السفيران من سفراء القرآن الكريم، ومعنا من أعلام الإذاعيين في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ولكن هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة والعربي والذي تربى في بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أدع الله معي أن يحمد رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم فإنه ولي ذلك والقادر عليه سمع القرآن الكريم. نعم.
Thank you.
الله الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
عليك يا مدرسة يا مدرسة عليك. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما Yeah.
What?
الله اكبر الله عليك الله يا محمد الله عليك